ما دليل الصراط من الكتاب؟ الصراط لغة معناه الطريق، ويطلق الصراط في كتاب الله لأكثر من معنى وفي سنة رسول الله. ففي صراط معنوي وهو في قول جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق المستقيم، وفي قول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصراط، هذا الطريق، فخط خطا في الارض وتلا قول الله عز وجل ان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، وخط عن جنبيه خطوط عن يمينه وشماله، وقال هذه السبل وعلى كل سبيل الشيطان يدعو اليها. اذن هو طريق معنوي شرعه الله عز وجل، هو الصراط الذي انعم الله عليهم الذين يسلكونه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي صراط هو طريق يضرب على ظهراني جهنم، يعني على عرضها، يجتازه الناس على حسب أعمالهم. هذا ينكره أهل البدع لأنه ثابت بالسنة، وفيه إشارة إليه في آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها، حتى أنهم لا يهزؤون بهذا الصراط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صراط مدحضة مزلة كما سيأتي به السؤال الذي بعده، وأن الناس تجتازوا على حسب أعمالهم، فسرعتهم في الاجتياز بحسب سرعة بحسب قوة إيمانهم وسرعتهم في استجابة أمر الله ورسوله وامتثالهم لأمر الله ورسوله في حياتهم.